السؤال الثاني: خلال ثورة 25 يناير في أي أحداث استشهد سهل 1000 جنيه، وسط 5000 جنيه، صعب 10000 جنيه؟ اخترت ايه؟ سهل. شايفك، انا شايفك. استاذ احمد اختار الوسط. الوسط. اوكي، سؤالنا ب 5000 جنيه وبيقول: خلال ثورة 25 يناير في أي أحداث استشهد عماد عفت رحمة الله عليه؟ عماد عفت، احنا محمد محمود غالبا، أو مجلس الوزراء، أعتقد مجلس الوزراء، احداث مجلس الوزراء. لان عماد عفت كان اول تقريبا شهيد من الازهر، وكان قبل محمد مجلس الوزراء. وعلى الله، وعلى الله ان شاء الله، على شاوروا براحتكم خالص. مجلس الوزراء، اعتقد مجلس الوزراء ان شاء الله باذن الله، يعني على الله ومجلس الوزراء. اجابتنا الاخيره مجلس الوزراء. احداث مجلس الوزراء، اخر كلام، احداث مجلس الوزراء ان شاء الله. فعلا ان شاء الله. مبدئيا احنا بنترحم على شهداء الثوره كلهم يا رب، الله يرحمهم. واستاذ عماد فعلا استشهد في احداث مجلس الوزراء. اجابه صحيحه. وكسبتوا معانا 5000 جنيه. انا شايف ان الثقه بدات بينكم، ده شيء جميل جدا جدا. ورصيدكم بقى 7500 جنيه، نحافظ عليه ونكبره يا ريت يعني. يا رب. تمام ان شاء الله. السؤال الثالث: أي دولة هي بلد المنشأ لطبق سهل 1500 جنيه، متوسط 7500 جنيه، صعب 15000 جنيه؟ حاتم اختار سهل كالعادة طبعا. أحمد بيه اختار وسط، فهيبقى السؤال كالعادة برضه. فهيبقى سؤالنا ب 7500 جنيه، وهو: أي دولة هي بلد المنشأ لطبق البايلا؟ شاوروا مع بعض. بايلا. إيه يمكن اسمها بايلا؟ ممكن تكون طبق البايلا. إيطاليا. وعلى الله، وإحنا مع إيه رأيك؟ إيطاليا. ماشي. بايلا. بايلا بايلا، هو شكل الاسم نفسه ايطالي اصلا. بايلا ايطالي. ايطاليا برضه. ايطاليا. خدوا وقتك. ايطالي. ايطاليا. ايطاليا ان شاء الله. ان شاء الله. ايطالي الاجابه خاطئه، والاجابه الصحيحه اسبانيا. شاركتوا في اخر لحظه، قلت لك حصل اسبانيا. خير، حصل خير. قلت لك اسبانيا في اخر لحظه. معلش، عندكم غلطة، فاضل اتنين لسه قدامنا. إن شاء الله. تفاؤل.